بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كملنا موضوع المعادلات التفاضلية الخطية Linear Differential Equations، نجي إلى معادلات ممكن تحويلها علما إلى Linear، ممكن تحويلها معادلات خطية، يعني كانت هي بالأصل شيء للLinear ولكن ممكن تحويلها إلى معادلات Linear، أو عادة نسميها بالبرنولي Equation، معادلات برنولي. شو المقصود به؟ احنا قلنا إذا يعطيني أي معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى وأريد أشوف هل هي لينير أو لا، أجي أرتبها بصيغة اللينير، أجي أرتبها بصيغة لينير وأحاول أشوف هل هي ترهم على هذه الصيغة أو لا. قلنا حسنا نعتبر عند الواي تعتمد على الأكس، عند متغيرين واي وأكس، إذا أريد أشوف المعادلة لينير بالنسبة للواي أو لا، أجي لازم أول حد إيش أخليه مشتقة واي نسبة الأكس، دي واي أوفر دي أكس. ثاني حد لازم يكون بها واي أس واحد، ده هنا عندي مشتقة واي، هنا لازم تكون واي أس واحد. المضروب بالواي أس واحد أشوف function of x فقط اللي هو p of x، فشفتها فعلا هاي يعني جاي ترهم. نقلت الطرف الآخر الحدود الأخرى إلى اليمين وحصلت على هالتعبير هذا، يعني أنا لازم أحصل فقط ل q of x، فقط function of x فقط، على مود أقول هاي المعادلة لينير. ولكن حصلت شني؟ حصلت من هاي q of x مضروبة في المتغير المعتمد اللي هو الواي أس N، يعني مو ما كانت function of x فقط، وأنه function of x مضروبة شنو في y أس N، في y أس N. هسه إذا نجي هذه المعادلة، إذا كانت ال N أس صفر، يعني ال y أس صفر واحد، يعني كأنما بقت من فقط ال q of x، إذا هذه المعادلة linear. قلنا هذا المعادله لينير، ليش؟ هنا عندي مشتقه واي، هنا عندي واي اس واحد مضروب فانكشن اوف اكس فقط، وهنا عندي فانكشن اوف اكس فقط. اذا كانت الان تساوي واحد، يعني هنا عندي واي اس واحد، هنا عندي واي اس واحد، انقل هذه الكيو اوف اكس في واي اس واحد للطرف الاخر، واصبح المضروب في الواي هو بي ناقص الكيو، يعني ايضا راح ينضرب بالواي اس واحد شنو فانكشن اوف اكس فقط، بي ناقص الكيو، فمعناها شنو؟ بقت لينير. فإذا إذا عندي الان تساوي صفر أو الان تساوي واحد، هذا شنو معناه؟ معناها المعادلة لينير. هسه نحكي بصورة عامة، إذا كانت الان غير الصفر والواحد، إذا الأس هنا غير الصفر والواحد، يعني خلينا نقول تربيع مثلا أو سالب واحد، فهسه هذه المعادلة إذا صارت لك بهالصيغة هذه، يعني هنا بالطرف اليمين ما حصلت function of x فقط، وإنما حصلنا شنو؟ function of x فقط مضروب بمن؟ بواي أس ان، والآن غير صفر والواحد، فهذه المعادلة بعد ما أقدر أقول عليها لينير، هذه المعادلة لن لينير. ليش؟ إحنا قلنا شروط اللينير أن تكون الواي ومشتقاتها أسهم واحد، هسه هنا مشتقة أس واحد أوكي، الواي أس واحد أوكي، بس هنا الواي قلنا أس غير الواحد، سالب واحد اثنين، يعني هنا صيغة الواي غير خطية من اللينير، لازم تكون صيغة لازم تكون واي أس واحد، يعني هسه غير خطية، إذا المعادلة شبيهة، إذا المعادلة للينير. هذه المعادلة بهيك الترتيب، يعني يطلع عندي بالطرف اليمين واي أس إن بأي أس غير صفر والواحد، فمعناها هذه المعادلة أسميها برنولي إكويش. هذا رأس النقطة، إذا طلع لي معادلة أقول برنولي إكويش. هاي البرنولي من خواصها ممكن تحويلها إلى من؟ ممكن تحويلها إلى لينير. هيك نوع المعادلة يطلع عندك، فهذه صحيح ان اللينير، بس قول ممكن تحويلها الى لينير. شلون احولها الى لينير؟ خلينا نجي نشوف الطريقه. اولا اتخلص من هذا الواي اس ان، يعني الطرف اليمين يبقى فقط كيو اوف اكس، حتى احولها شنو الى لينير، احنا اللينير يشترط الطرف اليمين فقط الكيو اوف اكس، فاتخلص منين؟ الواي اس ان، اجي اقسم الطرفين عادي. الحد الاول تقسيم الواي اس ان، اذا ارفع الواي اس ان يصير بالمقام، إذا أرفعها بصير y أس سالب n مضروب في dy over dx، زائد هذا الحد الثاني إذا قسم على y أس n، الواي كانت أسها واحد بالمقام عندي n، فمن أرفع ال n لبسط سالب n، y أس واحد في y أس سالب n أجمع الأس يصير واحد ناقص n، وأصبحت y أسها واحد ناقص n، ما تبقى الطرف اليمين q of x فقط، خلصت من y أس n. هذه أول خطوة، أول خطوة أتخلص من هذا المتغير بالأس N. ثاني خطوة أجي أفرض متغير جديد Z،
الزد راح يساوي الواي اس واحد ناقص ان. اجي هذا الحد الثاني تقصر الاس مالت الواي واحد ناقص ان، اجي افرضه هو متغير جديد. احنا قلنا اذا نفرض متغير جديد هسه ناقص الزد جاي نفرضها الواي تساوي، معنا راح نشيل الواي راح نغير الواي شو نخلي مكانها الزد. من غير الواي لازم نغير شنو الدي واي مشتقته، فاحتاج منه اعرف المشتقة، اشتق هذه الفونكشن هذا الزد واحاول احصل على مشتقتها واجي اعوضها بالمعادلة التوازنية بدل مشتقة واي راح يصير عندي مشتقة زد وما يكافئها، وراح رأسا اشوف المعادلة تحول الى راح تحول الى لين. اذا مجرد عندي خطوتين، الخطوة الاولى تخلص من واي اس ان قسم الطرفين عليه، ثاني خطوة قد هنا يطلع عندي الواي كان أسها واحد قد أصبح أسها الجديد واحد ناقص ان، أجي أفرضه متغير جديد. مجرد أن أفرضه متغير جديد وأجي أعوض المعادلة التفاضلية راح أشوف يحولها إلى من، يحولها إلى لينير، يحولها إلى صيغة لينير. إذن هذه الفرضية مهمة، خلينا نجي نأخذ مثال. منطين هذه المعادلة التفاضلية x مضروب في الدي واي زائد ان قوس 3 واي ناقص x تكعيب واي تربيع مضروب في الدي اكس يساوي صفر. والسؤال حلو معناه تخلص منين؟ من الاشتقاق من المشتقة، اوجد علاقه بين المتغيرات بين الواي والاكس. هسه اذا اريد اشوفها لينير او لا، قلنا اول حد لازم شو يكون عندي دي واي اوفر دي اكس. هسه اذا اريد اشوفها لينير بالنسبه طبعا للواي لازم شنو عندي؟ لازم عندي مشتقه واي اللي هي دي واي اوفر المتغير الثاني هو الاكس دي واي اوفر دي اكس. فاحتاج هنا هذا عندي الدي واي فقط يحتاج اقسم على الدي اكس، فاقسم الطرفين على الدي اكس هنا تخلص معناته وانا اصبحت بالمقام. اصبح شنو عندي؟ اكس في دي واي اوفر دي اكس، انا اريد فقط مشتقه واي فاتخلص من يم الاكس اقسم الطرفين عليه هنا راح يتقسم على اكس. اذا اصبحت معادلتي دي واي اوفر دي اكس، هذا اول حد بوحده الكونستانت المضروب بها واحد اوكي. زائد لازم شنو عندي هنا؟ بالحد الثاني لازم عندي مشتق العفو، هنا عندي مشتقة واي، هنا لازم عندي واي اس واحد. شوفوا اكو عندي واي اس واحد، هنا واي اس اثنين، هنا واي اس واحد، اذن هذا اوكي موجود الواي اس واحد. الواي اس واحد اشوف شنو المضروب به، هل هو فانكشن اوف اكس فقط؟ اشوف هنا ثلاثة مقسم على اكس يعني مضروب بها ثلاثة على اكس، فطول ما المضروب بها ثلاثة على اكس اذن هذه فانكشن اوف اكس فقط. اذن اوكي، اذن هذه هي بقية شنو هي؟ حد ثاني. البقية انقلها من الطرف الاخر السالب، انقلها اصبحت موجب، وعندي اكس تكعيب تقسيم اكس، اكس تربيع ومضروب بما في واي تربيع. لاحظ الحد الاول مشتقه واي اوكي، الحد الثاني واي اس واحد مضروب به فانكشن اوف اكس فقط 3 على اكس اوكي، والطرف اليمين اكس تربيع اللي هي فانكشن اوف اكس فقط مضروبه في الواي تربيع. يعني لازم هنا حتى تكون معادلة لينير لازم تكون شنو؟ فانكشن اوف اكس فقط، لازم فقط الاكس تربيع. بس هنا بين المضروبة مضروب الواي تربيع. ان هيك نوع من المعادلات اذا ما حصلت فانكشن اوف اكس فقط وانما حصلت فانكشن اوف اكس مضروبة في فانكشن اوف واي، مضروب الواي العفو مضروب في الواي اس ان، اي اس غير الواحد والصفر، هنا الواي تربيع. فاذا هذه المعادلة سميها برنولي ايكويشن. هذا برنولي ايكويشن. يعني لللينير. المعادلة هذه لللينير ولكن شو اسميها؟ برنولي ايكويشن. هذه المعادلة ممكن تحول الى من؟ ممكن تحول الى لينير. شلون احولها الى لينير؟ قلنا اول خطوة اقسم على هاي الواي تربيع، هذه اتخلص من عندها، فاقسم الطرفين على الواي تربيع حصلت على هذه المعادلة. هنا راح يصير عندي الواي تربيع بالمقام، في تبقيها بالمقام ترفعها البسط الواي السالب 2 اوكي. هنا الواي اس واحد وراح اقسمها على الواي تربيع، فواحد ناقص 2 سالب 1 أصبح أسها واي سالب واحد يساوي الطرف اليمين فقط أصبح اللي هو function of x فقط. إحنا أنا أحتاجها على مود أحولها إلى لينير، لازم الطرف اليمين يكون function of x فقط. هاي الخطوة الأولى نقسم على اليمين على الواي تربيع، أتخلص من هذا الواي بأي أس غير التربيع يعني غير الصفر والواحد، أي أس يجيني سالب 3 3 4 2 أجي رأسا أتخلص من هذه الواي. الخطوة الثانية أشوف الحد الثاني اللي هو كان بيه الواي أس واحد، شنو أصبح الأس مالت الواي؟ سالب واحد، فأجي الواي أس سالب واحد أفرضها ست، أفرضها متغير جديد، أفرض بأن الزد تساوي واي أس سالب واحد، أفرض بأن الزد تساوي واي أس سالب واحد.
هسه قلنا إذا أفرض متغير جديد أحتاج أتخلص من القديم، راح أتخلص من الواي، راح أتخلص من الواي. إذا أتخلص من الواي لازم أتخلص منين؟ من مشتقة الواي، من الدي واي. لازم أعرف الدي واي شو يسوي، أجي أعوض عنها. هسه الواي أس سالب واحد، هنا راح أعوض عنها شنهي؟ زد. أجي أشتقها، طبعا إما أشتق اشتقاق توتال يعني مشتقة زد دي زد، وهنا يصير عندي سالب واحد في الواي، وصير سالب اثنين مضيف في مشتقة الواي اللي هي الدي واي. حاول احصل الدي واي، راح يصير عندي دي زد اوفر الواي والسالب اثنين بالسالب. اجي اعوض عن الدي واي هنا، بدل هالدي واي اجيب المقدار المكافئ واعوض. او اشتق اشتقاق بالنسبة للمتغير، ليه هنا معادلتي جاي الاشتقاق بالنسبة الى الاكس، فاجي اشتق هنا بالنسبة الى الاكس، ماكو مشكلة. إما توتال أو نسبة لمتغير معين اللي هو الإكس. فإذا أشتق نسبة الإكس في مشتقة الزد، حصل عندي زد أوفر دي إكس. اشتقت السالب واي والسالب واحد، ينزل أس سالب واحد، وصل أس جديد سالب اثنين، ومضروب في مشتقة الواي نسبة الإكس دي واي أوفر دي إكس. هسا إما منه أجيب الدي واي أوفر دي إكس، يعني أقسم الطرفين على السالب واي والسالب اثنين، وبعدين أشيل هذا الدي واي وأجيب ما يكافئها. او اشوف اقول انا اريد اغير الواي ومشتقتها، اغير الواي ومشتقتها، يعني الواي والسالب اثنين في الدي واي اوفر دي اكس اريد هم اغيرها، يعني هذا بيها واي وهذا بيها واي. فاذا تلاحظ هذا الواي والسالب اثنين دي واي، هذا موجود عندي الواي والسالب اثنين في دي واي اوفر دي اكس. فمنها هالحدين هل تو فاكشنز شي يساوون، اتخلص من السالب واحد اضرب طرفين في السالب واحد، فاصبح الواي والسالب اثنين في الدي واي اوفر دي اكس يساوي سالب دي زد اوفر دي اكس. إذا راح أشيل هذه الواي والسالب اثنين في مشتقة واي، هل two functions راح أشيلهم، مش أخلي بدل عنهم سالب مشتقة زد. لاحظ أصبح عندي سالب مشتقة زد زائدا ما تبقى، ثلاثة على اكس تبقى الواي والسالب واحد فرضناها زد، فراح عندي زد طرف اليمين يبقى نفسه. هسه إذا انتبه لهذه المعادلة، مشتقة زد أس واحد، زد أس واحد مضرب بها function of x فقط، الطرف اليمين function of x فقط، فإذن هذه المعادلة linear، هذه المعادلة linear. بس قلنا إحنا حتى أقدر أستخدم قانون الحل، أنا أعرف بأن حل linear أستخدم هذا القانون. هذا القانون منين إجى؟ إجى من فرضية بأن إحنا فارضين بالبداية بأن دي زد أو مشتقة زد هي شنو؟ موجبة. بس أنا بما أن طلعت عندي سالبة، فأتخلص من هذا السالب على مود أقدر أستخدم هذا القانون. احنا قلنا حتى اقدر احل لينير بهالقانون هذا، لازم تكون المشتقة للمتغير، اي متغير مشتقة واي مشتقة زد، لازم تكون معاملتها واحد. بس المعامل هنا طلع عندي سالب واحد، احتاج يكون موجب، فاضرب الطرفين في السالب واحد، حولته الى هذا الصفر. اذا هنا مشتقة زد، زد اس واحد المضروب بالزد function of x فقط، الطرف اليمين هو function of x فقط، فإذا هذه المعادلة شبيهة لينير بالنسبة لمن؟ بالنسبة الى زد، بالنسبة إلى زد. نشوف عندك مشتقة زد، وهنا زد أس واحد، وهنا عندك function of x فقط، هنا function of x فقط، فمعنى هذه لينير بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى زد. أسأحلها لينير، قلنا باستخدام هذا القانون. القانون راح يكون الميو في السوليوشن، يا سوليوشن الحل مات المعادلة التفاضلية، بما أنا عندي مشتقة زد، فحل راح شنطيني؟ راح ينطيني زد. لاحظ، لأن عندي مشتقة زد، حلها لازم يكون زد. إذا عندي مشتقة واي حلها لازم يكون واي، إذا مشتقة اكس بالبسط لازم حلها هنا يكون اكس. فإذا راح يكون عندي الميو في الزد يساوي تكامل الميو في الكيو، هذه ثابتة. لازم أحدد منه البي ومنه الكيو. البي قلنا الفكش المضروب بالزد أس واحد اللي هي سالب ثلاثة على اكس، والكيو هو الطرف اليمين اللي هو سالب اكس تربيع. هسه الميو دائما هو اكسبونيشال، اسمها تكامل البي في الدي اكس. البي سالب 3 على x، وكان بالنسبه لمن؟ بالنسبه للمتغير المستغل اللي جاي نشتق بالنسبه له دي اكس، معناها جاي كان بالنسبه للدي اكس. قلنا سالب 3 كونستانت، تكامل دي اكس اوفر اكس هو لين اكس، اتخلص من سالب 3 اجيبها اس للاكس، فاصبحت عندي اتخلص الاكسبونشال عكس اللين، بقى عندي اكس اس سالب 3، انزل المقام يصير 1 اكس تكعيب، 1 على اكس تكعيب. فاذا الميو هي 1 على اكس تكعيب.
في الزد يساوي تكامل 1 على اكس تكعيب اللي هي الميو في الطرف اليمين لكيو اللي هو سالب اكس تربع. هذا الحد جاهز، ما يحتاج شني، ما يحتاج تكامل، هنا يحتاج تكامل. سالب تطلع خارج كونستانت اكس تربيع على اكس تكعيب، بقت عندي 1 على اكس، اصبح دي اكس اوفر اكس اللي هي تكاملها لين اكس. هسه منا احاول احصل الزد او افرض الزد، ارجع فرضيه الزد. احنا فرضين الزد شني واي استاذ، ارجع الفرضيه. هسه منا الان نحاول نحصل فقط الزد، اجي اضرب الطرف اليمين بالاكس تكعيب، حصلت على هذا الزد تساوي اكس تكعيب في هالحدين، يعني عندنا ترتيبهم، خلينا هذا الموجب بداية وهذا السالب سي ناقص لين اكس. هسه الزد احنا فرضين هواي والسالب 1، ارجع فرضيتي واي والسالب 1، اما اجيبها نفس واي السالب 1 او اقول هي مقلوب الواي، واي 1 على واي، فاذا بدل الزد راح اجيب 1 على واي. اذا هذا الجنرال سولوشن. في تبقي بهالصوره هذه، في تقلب الطرفين على مود هنا بدل ما مقلوب واي نعطيك واي، فاذا هذا الطرف ايضا راح اقلبه، كان مقامه 1 راح يصبح الواحد هو البسط، فيصير 1 على اكس تكعيب في قوس سي ناقص لين اكس. اذا هذا الجنرال سولوشن. نجي ناخذ مثال اخر. منطيني اكس تكعيب، عفوا اكس سكوير دي اكس ناقصا قوس ساين واي كوساين سكوير واي زائدا اكس كيوب في تان واي، كل مضروب في الدي واي يساوي صفر. اعلى مشتقه المشتقه الاولى، لان هذه المعادله من الرتبه الاولى، التفاضليه من الرتبه الاولى. اريد اشوفها هل هي لينير او لا. اذا اريد اول مره جاي اختبرها نسبه للواي، فلازم عندي اول حد دي واي اوفر دي اكس، لازم اول حد يكون دي واي اوفر دي اكس. فمن هنا عندي دي واي اقسم على دي اكس، انقل اكس ربع الطرف الاخر واتخلص من هذا القوس اقسم عليه، فاصبحت عندي صوره دي واي اوفر دي اكس ناقصا اكس تربيع، عفوا اكس تربيع اي تقسيم ما هذا القوس اللي هو ساين واي كوساين تربيع واي زائدا اكس تكعيب تان واي. هسه هذه المعادلة هل هي لينير بالنسبة إلى واي؟ أول حاد لازم يكون عندي مشتقة واي، ثاني حاد لازم عندي واي أس واحد بالبسط، يعني مضروب فيه، زين هسه البسط هو أكس تربيع، أنا ما عندي واي أس واحد، إذا المعادلة شبيهة من اللينير بالنسبة للواي، إذا المعادلة لينير بالنسبة لمن؟ بالنسبة للواي. من تطلع لينير قلنا بالنسبة للمتغير معين. نقول ما نبلش خلينا نقول بالواي، اذا شفت لينير مو رسم تعوف المساله، اقول هل ممكن ان تكون لينير بالنسبه للاكس بالنسبه للمتغير الثاني، فلازم تعيد ترتيب بحيث شنو يصير عندك دي اكس اوفر دي واي. قلنا بما ان هنا عندي حدين فقط، الحد الاخير الطرف الايمن يساوي صفر، معناها اقدر اخذ مقلوبهم راسا، يعني اذا اريد دي اكس اوفر دي واي اجي اقلب هذا وبعدين اقلب هذا. اما اذا لا، اذا الطرف اليمين لا يساوي صفر او اكثر من حدين، لا لازم من البداية ترجع، يعني منها عندك الدي اكس قسمها على الدي واي وانقل بقية الحدود وقسم على متحصل على هالصيغة هذه. فحصلنا على الدي اكس اوفر دي واي ناقصا فانكشن بسط ومقام يساوي صفر. هسه نريد نشوفها شنو هي، هل هي لينير بالنسبة للاكس او لا. اول حد لازم تكون عندي مشتقة اكس، ثاني حد لازم عندي اكس اس واحد. اشوف هنا عندي اكس اس واحد، هنا هذه ما بها اكس، هنا عندي اكس تكعيب مقسمه علي على اكس تربيع، فمعناها اكس تكعيب على اكس تربيع اكس اس واحد، اذا فعلا عندي اكس اس واحد. اذا هذا الاكس الحد اللي بي اكس اس واحد وين اجيبه؟ اجيبه يم المشتق، يعني بقي قلنا اكس تكعيب تقسيم اكس تربيع اكس اس واحد مضروب في التان ومضروب اشاره صفر يصير سالب تان اكس. ما تبقى لو سالب ساين واي كوساين تربيع واي على اكس تربيع، انقل الطرف الاخر، انقل الطرف الاخر. اذا تلاحظ المقام راح يصير بالطرف اليمين اكس تربيع، تبقيها بالمقام ترفعها البسط اصبحت اكس وسالب 2، ماكو مشكله. هذه المعادله اذا اريد اشوف هل هي لينير بالنسبه الى اكس، هنا عندي مشتقه اكس اوكي، هنا عندي اكس اس واحد اوكي، المضروب بها لازم يكون فانكشن المتغير الاخر اللي هو الواي تان واي اوكي فانكشن اوف واي فقط. هنا لازم يكون عندي فانكشن اوف واي فقط، اشوف ساين واي كوساين تربيع واي هي فانكشن اوف واي فقط، بس ما جاي بحد، جاي مضروب بالاكس، يعني هذه لن لينير بالنسبه للاكس، لن لينير بالنسبه للاكس.
بس يعني من حسن الحظ ان هذا الفانكشن اوف واي مضروب بمن؟ مضروب اكس، والاكس اسها باس يختلف غير الواحد والصفر اللي هو هنا بحالتنا السالب 2. فقلنا اذا يطلع عندي هيك معادله هنا مشتقه متغير، وهنا المتغير اس واحد، وهنا المتغير اس غير الواحد والصفر، هاي معادله صحيح انها لينير ولكن ممكن تحويلها الى لينير. هذا البرنولي كويشن، هذا البرنولي كويشن، يعني هاي ممكن احولها المن الى لينير بالنسبه للاكس. مجرد تخلص منين؟ تخلص من الاكس والسالب 2. فاول خطوه راح تخلص من الاكس والسالب 2، اقسم الطرفين على اكس والسالب 2. فانا راح يصير عندي بالمقام اكس والسالب 2 مرفوع بصير اكس يعني موجبه اكس تربيع، هنا اكس اس 1 وجوه سالب 2 مرفوع صار موجب 2، فواحد زائد 2 صارت اكس تكعيب، وهنا تخلصنا من عدم. هذا اول خطوه تخلص من هذه اكس والسالب 2. ثاني خطوه قلنا هنا الحد الثاني كان اكس اس 1، هسه انا قد اصبح الاس مالته 3، فاجي افرض هذا الاكس تكعيب هو زد تغير جديد، افرضه متغير جديد. من افرض متغير جديد يعني هنا راح استعيض عن من؟ راح استعيض عن الاكس، الاكس راح يروح يجي بدل شنو؟ يجي بدل زد. من يروح الاكس تروح شنو؟ مشتقته دي اكس، فيحتاج اعرف منها دي اكس اوفر دي واي شو يساوي. فاجي اخذ مشتقه الطرفين بالنسبه لمن؟ طبعا اغلب الطلاب تخطا بها، راسا يجي يشتق نسبه الاكس، لا انت شوف هنا مشتقتك نسبه لمن؟ نسبه للدي واي. فاجي هذا اشتق نسبه لمن؟ نسبه للدي واي. مشتقه زد تصير دي زد اوفر دي واي، اشتق نسبه الواي. الاكس تكعيب مشتقه 3 اكس تربيع في مشتقه الاكس نسبه لمن؟ نسبه للدي واي، لاحظ دي اكس اوفر دي واي. بعدنا بنشتق الاكس مو نقول فقط 3 اكس تربيع، احنا ما جاي نشتق نسبه الاكس، جاي نشتق نسبه لمن؟ للواي. طول ما جاي اشتق نسبه الواي فاقول مشتقه اكس هي دي اكس اوفر دي واي. هسه اذا انتبه هذه المشتقه مع هذا اكس تربيع دي اكس اوفر دي واي هذا موجود عندي، فاذا منا اذا احاول احصل هالمقدارين هل تو فاريبلز شو يساوون؟ اقسم الطرفين على 3 اصبحت الاكس تربيع في مشتقه اكس يساوي مشتقه زد تقسيم 3 او 1 على 3 في مشتقه زد. اذا راح اشيل هذه الاكس تربيع مشتقه زد، مشتقه اكس العفو، هذا راح اشيلها، وش اجيب؟ اجيب هالمقدار هذا 1 على 3 في مشتقه زد نسبه الى واحد. لاحظ المقدارين شلناهم، هذا الحد شلناه جبنا بدل عنه 1 على 3 في مشتقه زد، ناقص ما تبقى تان واي مضروب في الاكس تكعيب، والاكس تكعيب فرضناه هي زد، في زد يساوي الطرف اليمين ما يتغير. اتخلص من احنا نريد المشتقه لازم تكون معاملها واحد، فاتخلص من الثلاثه اضرب الطرفين في 3 حصلت على هذه المعادله. هذه المعادله انتبه لها مشتقه زد، وهنا عندي زد اس واحد مضروب بها function of y فقط، الطرف اليمين function of y فقط ما بي زد، اذا هذه لينير بالنسبه لمن؟ بالنسبه الى زد. اذا هذه معادله تفاضليه خطيه بالنسبه للمتغير زد، طول ما لينير اجي احلها لينير. احدد منه البي، البي قلنا الفانكشن المضروب بالمتغير اس واحد، المتغير هسه انا عندي شنو؟ زد اس واحد، من المضروب به؟ سالب 3 تان واحد. الطرف اليمين هو راح يصير عندي الكيو، فالميو هي دائما اكسبوننشال تكامل بي، بي سالب 3 تان واحد، المن التكامل لان فانكشن اوف واي فقط، معناها جاي كامل نسبه للواي، او قول هنا الاشتراق نسبه لمن؟ نسبه للدي واي، فانا لازم اكامل نسبه الى الواي. اعوض البي سالب 3 تان واي، والتان نعرفه ساين على كوساين، مشتقه المقام، مقام كوساين مشتقتها سالب ساين، السالب موجود والساين موجود، فاذا اقول لان المقام يبقى عندي فقط 3 لان المقام، خلصت من 3 تصير اس للكوساين 3 هنا الاس ما يصير فقط للواي، مو كوساين واي تكعيب، لا احنا الفانكشن اللي جاي ناخذ لها اللين هي كوساين واي، فالكوساين واي هي تصير الاس مالتها 3 ككل، يعني كوساين تكعيب واي، اما اكتب بهالصوره هذه كوساين تكعيب واخلي التكعيب فوق الكوساين مو فوق الواي،
أو أكتب كوسان واي قوس الكل تكعيب. حددت الميو، أجي قانون السوليوشن مات اللينير اللي هو حافظي إحنا ميو في السوليوشن ميو في الحل، والحل قلنا لأن هنا عندي مشتقة زد معادلة اللينير، لينير بالنسبة إلى زد، فالسوليوشن هو راح يكون زد ميو في الزد يساوي تكامل الميو في الكل، هسه مجرد تعويض هذا الميو عندي أجي أعوضهم، قلنا هذا الحد جاهز ما يحتاج تكامل. هنا عندي إذا أفتح القوس كوساين تكعيب هنا كوساين تربيع الكوساين أس خمسة، هسه إذا أعتبر الكوساين أس خمسة هي فانكشن أسها خمسة، فمشتقة هذه الفانكشن مشتقة الكوساين سالب ساين، الساين موجود عندي فقط السالب ما موجود أوفره، وفرنا السالب ثلاثة كون السالب تبقى، فيصير الأس الجديد مال الكوساين هي الموجودة مشتقته يصير خمسة زائد واحد ستة وأقسم على ستة المعادلة. أرجع الفرضية، إحنا فرضين الزد هي X تكعيب، إذا بدل الزد يصير عندي X تكعيب وأصبح هذا الجنرال السوليوشن. في تخليه في هالصورة هذه في تقسم على الكوساين تكعيب مثل ما إحنا مسوين، وبعدين إذا عندك كوساين بالمقام يصير سيكند، هذا مجرد ترتيب، إذا هذا الجنرال السوليوشن. فإذا إذا كانت عندي معادلة يطلع عندي معادلة برنولي، يعني بالطرف اليمين إذا أنا جاي أختبرها هل هي لينير بالنسبة إلى متغير معين أو لا، واختبرتها وشفت عندي اوكي مشتقة المتغير موجودة وعندي المتغير اس واحد موجود مضروب به فانكشن المتغير الثاني، الطرف اليمين فانكشن المتغير الثاني، ومع ذلك يعني كانت شنو عندي، كان عندي المتغير باس معين، فهذه المعادلة اسميها برنولي. اجي اتخلص منين؟ من هذا المتغير الاس اي اس ان غير الصفر والواحد. فهذه حل المعادلات، هيك نوع المعادلات البرنولي ممكن تحويلها الى لينير، واذا حولتها الى لينير حلها بصيغه لينير اللي تعلمناها.